الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. مجلس الوزراء يبحث في 118 بندا، واجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا يبحث التطورات الأمنية. انفجار أصبع ديناميت ليلا في تعمير عين الحلوي، لا إصابات في الأرواح وتضرر عدد من السيارات. النائب نوار الساحلي يترأس اجتماع لجنة الإدارة والعدل في محاولة للالتفاف على مقاطعة نواب 14 آذار. الولايات المتحدة وفرنسا تعترفان بالائتلاف السوري المعارض ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات هزت العراق، بينها انفجار 6 سيارات مفخخة في مناطق مختلفة. بين محاولة لفلفة جريمة الأدوية القاتلة وجريمة صيد الأحد وجريمة إغراق اللبنانيين بأزمات معيشية، انعقد مجلس الوزراء في السراي، لكن شغله الشاغل لم يكن أيا من تلك الجرائم، بل الرد على ما أسموه الحملات على الحكومة. في بعبدة يلتئم المجلس الأعلى للدفاع بعد الظهر لبحث تداعيات التطورات الأمنية، وفي ساحة النجمة وقع المحظور، التأمت لجنة الإدارة العدل برئاسة النائب نوار الساحلي وغياب رئيس اللجنة ونواب 14 أذار، ما طرح عدم دستورية الجلسة. في الحرب السورية سباق بين الحراك الدبلوماسي والعمليات العسكرية. باريس تقدمت على واشنطن في دعم الائتلاف الوطني السوري المعارض، فاعترفت به كممثل للشعب السوري وكحكومة انتقالية تمهد لما بعد الأسد، وتعهدت بتقديم الدعم العسكري، فيما وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون تشكيل الائتلاف بالخطوة المهمة، لكنها لم تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية. ميداليا يواصل الطيران السوري قصف مدينة رأس العين التي تسيطر عليها المعارضة والواقعة قرب الحدود التركية. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي التأمت في السراي الحكومي على جدول أعمالها 118 بندا، وينضم إلينا من هناك الزميل نخلي عضيمي. نخلي تفضل. نعم شوطال، يعني لا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة في هذه الأثناء، وعلى جدول أعمالها 118 بندا. بدأت هذه الجلسة ببحث الوضع الأمني، لا سيما الأحداث التي حصلت مؤخرا في صيدا. وبعد جولة على الوضع الأمني بشكل عام، كان هناك اتصالات أيضا مع بعبدة تجري، وتم يعني التوافق وأبلغ مجلس الوزراء بانعقاد مجلس الدفاع الأعلى بعيدة الخامسة بعد الظهر في قصر بعبدة. وفي هذا الإطار كانت هناك كلمة أيضا في هذه الجلسة لوزير الداخلية مروان شرب، علق فيها على الوضع الأمني، وأشار أيضا إلى أنه الحاجز الذي كان في صيدا عندما تم الاعتداء عليه من قبل نجل الشيخ أحمد الأسير قد تمت معاقبة عناصره، وذلك في إطار ضرورة الرد على أي اعتداء يأتي من الخارج على القوى الأمنية، حتى لو ذهب أكثر من 5 قتلى كما قال الوزير مروان شربل. في الإطار الأمني أيضا كانت هناك كلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال فيها لا تساهل في ضبط الوضع ومنع أي كان من افتعال أحداث ومشاحنات، وندعو الجميع إلى المساهمة في التهدئة ووقف الشحن الطائفي والمذهبي وعدم رمي الاتهامات جزافا على الحكومة. وأضاف الرئيس ميقاتي خلال الجلسة، بعض مواقف المعارضة لا يزال يسلك منح السلبية المطلقة في رفض الحكومة والمضي في سياسة التعطيل وتحميل الحكومة زورا المسؤولية الكاملة عن كل شيء، ونحن لا نتمسك بأي موقع وحري بمن يطلق المواقف المعارضة، ليس إلا أن يلاقوا الحكومة في منتصف الطريق بدلا من السلبية التي لا تكون لا أو لا يمكن أن تجد أي حل لأي مشكلة. وأضاف الرئيس ميقاتي، حكومتنا عازمة على المزيد من الإنتاجية وتمثل خير رد على كل من يطلق مواقف لا طائل منها. هذا في بداية الجلسة. بعدها تم البحث أيضا
في موضوع ملف الأدوية الفاسدة، وقد هنأ وزير الداخلية في دردشة مع الصحفيين الوزير الصحة والوزير محمد فنيش على الجهود التي قاموا بها في هذا الإطار، لا سيما وزير الصحة وكشف عبر كشف هذا الملف كما قال وزير الداخلية. كذلك الأمر في خلال هذه الجلسة سيكون هناك بحث في موضوع عرض وزارة الطاقة والمياه نتائج تلزيم مشروع إشغال لإنتاج الطاقة الكهربائية في موقع محطة دير أعمار، وسيبحث وزير الطاقة إمكانية الحصول على تفويض من مجلس الوزراء يتعلق بمنحه صلاحيات من المجلس لوزارة الطاقة لمفاوضة الشركات المهتمة بالاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء، بما في ذلك تعديل دفتر الشروط للمناقصات المتعلقة بإنشاء معامل إنتاج الطاقة ومنها معمل دير أعمار. إذن لا تزال الجلسة مستمرة في هذه الأثناء. أريد أن أشير أيضا إلى أنه لدى دخول الوزراء كانت هناك كلمة للوزير محمد فنيش أشار فيها إلى أن ملف الأدوية الفاسدة أصبح في يد القضاء بشكل كامل، وبالتالي عملية إلقاء القبض يعني على شقيقه من خلال البحث والتحري الذي صدر من قبل القضاء، كل ذلك مرهون بالجسم القضائي، ويجب إبعاد السياسة عن هذا الموضوع. إذن الجلسة لا تزال مستمرة، ونحن بانتظار يعني المزيد من المعلومات حول ما وصل إليه جدول الأعمال المثقل في هذه الجلسة وعدد البنود 118 بند. الزميل نخلي عضيمي حدثنا من السراي الحكومي، شكرا لك. في صيدا وقع ليلا انفجار في منطقة تعمير عين الحلوي، تبين أنه ناجم عن تفجير ديناميت من دون أن يتسبب بإصابات في الأرواح، وقد تضررت سيارات الموجودة في المنطقة بسبب الانفجار. في ساحة النجمة ترأس النائب نوار الساحلي اجتماع لجنة الإدارة والعدل في ظل مقاطعة نواب 14 أدار، وتنضم إلينا من هناك الزميلة منى صليبة. منى، يعني ما تداعيات انعقاد اللجنة اليوم بغياب رئيسها ومقاطعة نواب 14 أدار؟ المشكلة البرلمانية أو الدستورية أو القانونية التي وقعت اليوم شانتال هي ليس مقاطعة نواب 14 أذار كون كان هناك نصاب من نواب 8 أذار، ولكن المشكلة هي أنه قام المقرر مقرر اللجنة أي النائب نوار الساحلي بالدعوة دون إذن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم. هو قال أنه استحصل على إذن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، ولكن شرح هذا الأمر روبير غانم في التفاصيل لأنه فعلا يعني دعا المقرر مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب نوار الساحلي إلى اجتماع، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماع لها وخرجت بمقررات، وبعد انتهاء اللجنة التي حضرها 9 نواب والمطلوب كان 6 نواب، إذا النصاب كان موجود، إذا بعد الانتهاء منها خرج وعقد مؤتمر صحفي قال فيه أن المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب تجيز للمقرر أن يدعو أي اللجنة إلى الاجتماع إذا ما تعذر الرئيس إلى الدعوة. هنا كلمة تعذر اجتهد النائب نوار الساحلي وفسرها بأنه عدم الدعوة إنما هو تعذر، وقال إنه بناء عليه لا يمكن تعليق عمل اللجان ولا يمكن الاستمرار بتعطيل اللجان، وقام هو بالدعوة وتم أو قررت عدد من الأمور. هذا الموضوع يعني في حديث مع الام تي في للنائب روبير غانم سيبث بطبيعة الحال عند 8 مساء، اعتبر هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري، وقال لا يجوز الاجتهاد بكلمة تعذر. قال أنا أبلغت رئيس مجلس النواب بأنني سأغادر سأسافر الأسبوع المقبل، وعليه يمكن للمقرر أن يدعو عندما أكون أنا مسافر، يمكن أن يدعو إلى عقد يعني إلى لكي تنعقد لجنة الإدارة والعدل، ولكنه دعا اليوم دون الاستحصال على إذن مني، وعندما طلب من المقرر كي يدون بأن هذا الأمر تم بموافقة رئيس المجلس أيضا عارض النائب نوار الساحلي أن يعني يذكر هذه الإشارة على المحضر، وكأنه لم يستحصل على إذن رئيس مجلس النواب. هذه هي الإشكالية على أي حال. يكفي أن رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم وصف ما حصل بغير القانوني وغير الدستوري، وهذا يسري إذن على المقررات التي أعلن النائب نوار الساحلي أنها خرجت بها اللجنة، وقال إنها هذه السابقة، وإذا ما عممنا على كل اللجان هذا يعني يجوز يكون خطأ، وبالتالي قال إذا ما كان هذا الأمر سنجيز له أن يحصل فهذا يعني أنه عندما يعتكف رئيس المجلس أو
يعني ينقطع عن دعوة المجلس للانعقاد عندها نجيز إذن لنائب رئيس المجلس لكي يدعو، فهذا الأمر لا يجوز، وهو أعطى أمثلة عبر التاريخ على ذلك بأنه هذا الأمر لم يحصل، ولا سيما أنه رئيس لجنة الإدارة والعدل موجود ولم يعني يتعذر عليه دعوة هذه اللجنة. شانتال؟ الزميلة منى صليبة حدثتنا من ساحة النجمة، شكرا لك. وزير الداخلية مروان شربل انتقل ظهرا إلى مدينة صيدا حيث قدم واجب العزاء لأهالي الضحايا الذين سقطوا في حوادث الأحد. الدكتور سمير جعجع رد في كلمة مفصلة على كلمة السيد نصر الله مؤكدا استعداده فتح كل ملفات الحرب لكل الأطراف إن رغب نصر الله بذلك. جعجع استعرض في مؤتمر صحفي كل ارتكابات حزب الله وأكد أن من يؤجج الفتنة السنية الشيعية هو من دعم السوري عام 2005. وقت اللي صارت ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بركي السيد حسن بياخد شوي من المضمون السياسي يلي كان عند الجنرال عون، وبكر الجنرال عون بياخد شوي من هيك الشكل والممارسة يلي عند السيد حسن. صراحة طلعت النتيجة مقلوبة تماما، طلعت انه السيد حسن اخذ الشكل والممارسة يلي عند العماد عون، والعماد عون اخذ المضمون السياسي يلي عند السيد حسن. اجتمعت اجهزة المخابرات بدولة الوصاية كلها بين لبنان وسوريا وانتو بظهرهم، وجربوا يكوكشوا كل شيء عملناه بالحرب. بكافة الاحوال بدي اقول لك شغلة، صحيح المقياس يلي صار بالحرب، بس المقياس الاكبر يلي صار مع فريق معين ما قبل الحرب وما بعد الحرب. من وقت ما انتهت حرب سيد حسن، فيك تعطيني مثل واحد عن عنصر من القوات عمل مخالفة سير؟ ساعة اللي بحبوا نسترجع يعني أمور الحرب نسترجعها، هيدا غايد من فايد يلي قلته. وبالتالي بدي أتمنى عليك سيد حسن وقبل تخبر خبرية خبرها كاملة أو ما تخبرها. في البعض لحد هلأ برؤوسهم ما انتهت الحرب، بدهم ما تنتهي الحرب يتفضلوا، بس يتفضلوا نحكيها مزبوط كلنا سوا، بنحكي كل وقائع، مش يجي ياخذوا بعض الوقائع اللي هن انتقوها او زوروها او فبركوها او اولبوها على ذوقهم ويقولوا هاي الحرب. لا، هاي الحرب بلبنان، ما حدا منا ولا بلحظه من اللحظات مبخس او مقلل من نضال المقاومين من حزب الله يلي قاوموا بالفعل بين سنه 90 وسنه 2000 ولا بشكل من الاشكال. بس كمان ما بيسوى السيد حسن يستعملهم هودي للتسويق السياسي ممن كان في العام 82 وعلى مدى سنوات طويلة حليفا لإسرائيل. البعض يلي ممكن تزبط عليهم هالصفات هن يا سيد حسن يلي انتو كنتو محتضنينهم وعاملينه النواب ووزراء بالوقت يلي كنتو حاطينها فيه تحت سبع أرض بآخر حبس بالدنيا. بهالثلاث سنين الأخيرة بلبنان انلقت 35 شبكة إسرائيلية وتوقف 150 شخص بين متهم هلأ ومحكوم بالعمالة لإسرائيل. بين هال 150 شخص في من كل الاحزاب ومن حزبك انت بالطليعه ومن كل من اكثريه بقيه الاحزاب الا من القوات اللبنانيه. العماله مش امر متعلق بدوله معينه، اكيد اسرائيل عدو والعماله لاسرائيل هي أسوأ انواع العماله، بس العماله لاي دوله اجنبيه هي كمان عماله. العميل الفعلي هو يلي من بعد ما تنتهي الحرب بيخلي تنظيمه المسلح بيتلقى اموال وأسلحة وزخائر وتدريب وخبراء من دولة أجنبية. إيران عندها أقمار اصطناعية فيها تصور بشكل أفضل ودقيق أكثر بكثير من طيارة أيوب. صور يلي إذا أخذت مزبوط صور سيد حسن، أنا هلا قدام كل العالم بقول لك، ألا يجدر أن تعطي هذه الصور للجيش اللبناني؟ أعطيها للجيش اللبناني تنشوف. أول شيء إذا في صور تنشي أعطيها للجيش اللبناني. نحن أعداء مع الإسرائيليين وبنعرف خطرنا على لبنان، بس بذات الوقت بنعرف الضرر يلي عم تلحقه أنت بوجودك مثل ما أنت موجود على لبنان كمان. أكد الرئيس سعد الحريري من إيطاليا أن اتهامات السيد حسن نصر الله لتيار المستقبل بتأجيج الفتنة السنية الشيعية مردودة إليه، لافتا بعد لقائه وزير الخارجية الإيطالية جوليو تيرسي إلى أن السيد نصر الله شن هجوما على 14 آذار وتوجه إلى الدكتور سمير جعجع من دون أن يسميه لأن منطق جعجع لا يتماشى مع آراء المتمسكين بالسلطة أي مع آرائه. الحكومة إلى طريقة لحتى تسقط إلا إذا سيد حسن عم يكتلمنا دستور جديد وعم يفهمنا أنه الطريقة الجديدة هي عبر الحوار،
أنا ما بظن أنه هيدي طريقة أول شيء بتلي أنه يحكي فيها. في أصول دستورية مكتوبة بدستورنا، وعلى هالأساس يا إما رئيس الحكومة بيستقيل يا إما تطرح الثقة أو بعض الوزراء مثل ما صار فيه بيستقيلوا. فالحزب مستعد أنه يعني يعمل كل ما في قدرته لحتى يتمسك بهذه السلطة بالبداية على أساس أنه يعمل إصلاح، ولكن نحن شفنا الإصلاح تبع الأدوية وين ودينا، شفنا إصلاح الاستقرار الأمني وين عم يودينا، شفنا أيضا التدخل بسوريا وين عم يودينا. كل يوم بيسقط جهاديين عم يقاتلوا مع النظام السوري. في بعض لازم ينزلوا على الأرض شوي، يفكروا لبنانيا، يفكروا انه هذا البلد للجميع، يبطلوا يتحدونا، لانه هيدا التحدي ما حيوصل وصلهم لمحل، لانه نحن منا خايفين منهم، نحن منا خايفين الا على لبنان. يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عصرا جلسة للمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع الأمنية. الرئيس سليمان طلع من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديرك بلومبلي على أجواء التقرير الدولي بشأن تنفيذ القرار 1701، وقد نقل بلومبلي التقدير لجهود رئيس الجمهورية في الدعوة إلى الحوار ومساعيه للحفاظ على الاستقرار. دمشق تعتبر اجتماع المعارضة السورية في الدوحة إعلان حرب، وتقول إن الاعتراف الفرنسي بالائتلاف السوري المعارض أمر غير أخلاقي. ورئيس الوزراء الروسي ينتقد ما أسماها المواقف المنحازة التي تتخذها دول تدعم المعارضة السورية. لم يلمس السوريون القابعون تحت وطأة الحرب في الداخل أي نتائج إيجابية حتى الساعة لتوحيد قوى المعارضة، لكن في الانتظار تتوالى الاعترافات الدولية بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري. باريس وواشنطن من أبرز المعترفين بشرعية الائتلاف المعارض، وفتحت فرنسا الباب أمام إرسال أسلحة إلى المعارضة عبر طرح احتمال إلغاء الحظر المفروض حاليا على إرسال السلاح إلى هذا البلد بقرار صادر عن الاتحاد الأوروبي. الاعتراف الفرنسي وصفه نائب وزير الخارجية السوري بغير الأخلاقي، وعقب الاعتراف العربي بالتشكيل المعارض يستقبل وزراء خارجية دول الخليج نظيرهم الروسي سيرجي لافروف في الرياض لإجراء محادثات بشأن الأزمة في سوريا وإمكان انتقال سياسي في هذا البلد. من جهتها أعلنت اليابان أن اجتماع أصدقاء الشعب السوري سيعقد في نهاية هذا الشهر في طوكيو. أكبر قصف المقاتلات الحربية ميدانيا تتعرض مناطق في جنوب العاصمة للقصف تزامنا مع شن الطائرات المقاتلة غارات صباحية على محافظة إدلب وريفها ودير الزور، وفق المرصد السوري الذي أشار إلى أن أعمال العنف تأتي غداة مقتل زهاء 190 شخصا في مناطق سورية مختلفة. من جهته أعلن الإعلام الرسمي أن القوات النظامية دمرت تجمعات لإرهابيين في ريف إدلب وقضت على أعداد منهم، مشيرا من جهة أخرى إلى أن إرهابيين سيطروا على 3 شاحنات للهلال الأحمر على طريق دمشق حلب محملة ب15 طنا من المواد الغذائية والإنسانية، وكانت متجهة إلى محافظتي حلب وإدلب. إلى ذلك أفاد معارضون أن عناصر تابعين للنظام اقتحموا منزل رئيس المجلس الوطني جورج صبرة في قطنة وخربوه بعدما نهبوا محتوياته. من جهتهم نشر المعارضون هذا الشريط من دمشق وفيه تبدو سيارة قالوا أن دبابة الجيش النظامي دهستها مع السائق في داخلها. بعد الإعلان الاحتجاجات تلف الأردن. نتابع الأخبار السياسية بعد الصفحة الاقتصادية والزميل موريس متى. مرحبا موريس. مرحبا شانتال. بنبلش مع اسعار المحروقات طبعا، يعني فرقت معه 100 ليره بس ايجابا اكيد، يعني احنا بنتمنى تفرق معنا وتضل ايجابا الشغله، يعني 1100 ليره حلوين اليوم طبعا بمزيد من التراجع ايضا الاسابيع المقبله.
بظل الأزمات المستمرة. أيضا عالميا عنا أوروبا تشتعل إضرابات احتجاجية ضد التقشف ويوم موحد غضب حول أوروبا. أيضا عنا عن الملف السوري وأخبار أخرى. تفضل موريس. شكرا. والبداية اللبنانية، تراجع صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 1100 ليرة والمازوت 500 ليرة، بوقت ارتفع سعر الغاز 200 ليرة. منتابع الأسعار الجديدة. إلى الملف السوري، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون منح مساعدة إنسانية إضافية قيمة 30 مليون دولار للمتضررين من النزاع بسوريا واللاجئين اللي فروا لتركيا، الأردن، لبنان والعراق. وزادت واشنطن الأسبوع الماضي مساعداتها ل 165 مليون دولار بسبب تزايد عدد السوريين النازحين ببلادهم وخارجها مع حلول فصل الشتاء. إلى الأردن، حرية حرية فليسقط عبد الله، شعار من الشعارات اللي تم رفعها خلال احتجاجات اندلعت بالمملكة الهاشمية الأردنية مساء امبارح، رفضا لزيادة أسعار الوقود بعد رفع الدعم الحكومي عنها. تفجرت مساء امبارح احتجاجات واسعة بالعاصمة الأردنية عمان ومدن الأقاليم بعد ما خفضت الحكومة دعم الوقود بخطوة لضمان الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، مما أدى لارتفاع أسعار الوقود. ورفع مئات المحتجين هتافات مناهضة للملك عبدالله وأجهزة الاستخبارات القوية، مرددين شعارات بتستهدف شخصيا الملك، ولم يسمع فيها قبل هالموجة من الاحتجاجات، حيث هتف شبان بساحة الدوار الداخلية بقلب عمان حرية حرية فليسكت عبدالله، بينما نددت حشود غاضبة بزيادات الأسعار اللي كانت متوقعة على نطاق واسع. وخطوة رفع الدعم اللي أعلن عنها مجلس الوزراء دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل مبارح، وهي أول زيادة رئيسية بأسعار البنزين من تاريخ الاحتجاجات اللي وقعت أوائل العام الماضي، ودفعت السلطات الأردنية لزيادة الانفاق الاجتماعي وتجميد زيادات كبيرة لأسعار الوقود. ومن جهته وعد رئيس الوزراء عبدالله النصور بتحويلات نقدية مباشرة رح يتم صرفها لأفقر الأسر بالأردن خلال الأسبوع المقبل بهدف تخفيف أثار الأسعار، ووعد أيضا أنه رح يتم تعديل أسعار الطاقة بالخفض إذا انخفضت أسعار النفط عالميا ل 100 دولار للبرميل، إشارة إلى أنه العجز المتوقع بالميزانية الأردنية رح يبلغ 3.5 مليار دولار هالسنة، بوقت بتتكلف الحكومة 2.5 مليار دولار سنويا على الدعم، أي حدود ربع ميزانيتها السنوية. وكانت الحكومة اضطرت للاعتماد بشدة على الاقتراض الداخلي من البنوك بالفترة الماضية. ومن جهة أخرى، كان ارتفع الدين العام الأردني 19% من العام 2011 حتى اليوم ل 22 مليار دولار، أي 72% من الناتج المحلي، وهبطت بشدة احتياطات النقد الأجنبي بنسبة 34% بالمملكة الهاشمية ل 6.85 مليار دولار من نهاية العام الماضي حتى اليوم. نبقى بأجواء الاحتجاجات، حيث وأكثر من إضراب عام وأكثر من تحرك احتجاجي بتشهده البلدان الأوروبية اليوم، تعبيرا عن رفض سياسات التقشف الصارمة واللي رافقتها خطط لرفع الضرائب وخفض النفقات العامة وتقليص لحقوق العمال. ودخلت إسبانيا بإضراب عام هو الثاني هالسنة على وقع ارتفاع نسبة البطالة لبطال ربع قوتها العاملة. وببلجيكا أعلنت الاتحادات النقابية تنظيم تحركات احتجاجية بظل توقف المدارس عن العمل والخدمات العامة وحركة النقل. ومن جهة أخرى، البرتغال على موعد مع إضراب عام اليوم، حيث ألغيت الرحلات الجوية بمطار لشبونة وتوقفت الحركة رفضا لسياسة التقشف لتتبعها حكومة يمين الوسط تحت وساطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما ورح تشهد كل من إيطاليا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، بولندا وقبرص مظاهرات واحتجاجات مماثلة. نبقى بأوروبا، حيث كشفت بعض المعلومات الصحفية عن بدء الحكومة المصرية بتنفيذ خطة للتصالح مع عدد من رموز النظام السابق المحبوسين والمتطورين المحبوسين المتورطين بقضايا مالية مقابل دفع مبالغ كبيرة للتسوية. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة أولى مراحل الخطة خلال أيام، حيث راح تكشف تفاصيل التصالح اللي تم التوصل له عبر المفاوضات اللي جارت بينه وبين رجل الأعمال المحبوس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق. منعود لأوروبا، حيث كشف تقرير لبنك جولدمان ساكس أنه لتحقيق استقرار
بوضع الدين اليوناني وبلوغ مستوى 120% كنسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي عام 2020، فهالأمر بيتطلب إعادة هيكلية للدين اللي رح تكلف أكثر من 80 مليار يورو. وشكك البنك الاستثماري الأمريكي بجدوى التدابير الحالية اللي بتهدف لمساعدة أثينا، مثل خفض الفائدة على القروض وبرنامج إعادة الهيكلة اللي جرى الشروع فيه بمشاركة القطاع الخاص. وبحال لم يتم خفض عبء الديون اليونانية البلغة 340 مليار يورو، فمنطقة التكتل النقدي عليها الاستعداد لتمويل اليونان عبر عدة سنوات بحسب جولدمان ساكس. ايضا اوروبيا وتحديدا الى فرنسا، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند انه اليونان يجب ان تحصل على الدعم الموعود من اوروبا وصندوق النقد الدولي، وبالوقت اللي حذر فيه وزير الماليه اليوناني من تزايد خطر تعرض بلاده لخطر الافلاس. وخلال مؤتمر صحفي لمناسبه مرور 6 أشهر على وجوده بالسلطه، اكد الرئيس الاشتراكي انه العلاقه مع المانيا جيده، وذلك قبل 24 ساعه من زياره رسميه بيقوم فيها رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو لبرلين، بعد ما ترددت بوسائل الاعلام مزاعم حول تدهور بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا أوروبيا رفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المزاعم اللي أثرتها النيابة العامة بمدينة تراني الإيطالية حول تلاعب الوكالة بالأسواق عن طريق خفض الجدارة الائتمانية لإيطاليا. وكانت النيابة العامة بتراني طلبت بضرورة محاكمة 7 مسؤولين حاليين وسابقين بفيتش ومنافستها S&P بتهمة تسريب معلومات حول خفض التصنيف السيادي للبلاد أثناء ساعات التداول، مما نتج عنه خسائر فادحة بسوق السندات والأسهم الإيطالية. إلى الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع على الواشنطن بوست أنه حوالي 51% من الأمريكيين بيتوقعوا أنه تسقط الولايات المتحدة بالهوية المالية إذا لم يتم التوصل مع بداية سنة 2013 لاتفاق بيمنع التفعيل التلقائي لاقتطاعات بالميزانية وزيادة بالضرائب توصل ل 607 مليار دولار، وذلك لخفض العجز بالميزانية العامة. وبتوجب على الجمهوريين اللي بيسيطروا على مجلس النواب والديمقراطيين اللي بيسيطروا على مجلس الشيوخ والرئيس باراك أوباما أنه يتوصلوا لخطة لتخفيض العجز تفادي الهوية المالية، مما بيهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي. ويذكر أن الهوية المالية هي عبارة عن مجموعة قوانين أقرها الكونغرس بفترات سابقة، وهي نتيجة إجراءات زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي اللي رح يتم تلقائيا باثنين كانون الثاني بحال لم يتم التوصل لاتفاق بين الحزبين. ومن جهة أخرى، كان حذر وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر من مد العمل بكل الإعفاءات الضريبية الأمريكية لإتاحة متسع من الوقت لواشنطن للتفاوض حول اتفاق لخفض عجز الميزانية، الأمر اللي رح يرفع الشكوك والضبابية بالأسواق بحسب غايتنر. وكان كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية أدارت عجز بقيمة 120 مليار دولار بشهر تشرين الأول بالمقارنة مع 98.5 مليار دولار فقط كعجز عن نفس الشهر عام 2011، وليكون العجز جديد أعلى من توقعات لجنة الميزانية بالكونغرس اللي كان عد 113 مليار دولار واللي أصدرتها الأسبوع الماضي. إلى بعض المتفرقات الاقتصادية، حيث حذر تقرير لشركة أمن الشبكات باراكودا لضرورة توخي الحذر بالتعامل مع عدد متابعي شخص أو شركة على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. وإذا كان المرء بيعتقد أنه من الصعب شراء الأصدقاء بعالم الإنترنت، فالأمر مختلف، حيث بيشير التقرير لأنه رفع عدد الأتباع أو الفولورز على برنامج ما بحوالي 1000 شخص بكلف حدود 18 دولار فقط. وبحسب بعض الأرقام، حوالي نصف متابعي شركة صناعة الكمبيوتر الشخصي ديل على حسابها على تويتر والبالغ عددهم 700 ألف ليسوا حقيقيين. والأمر بينطبق أيضا على السياسيين، حيث أنه الجمهوري المرشح المنهزم للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني كان محط أنظار واهتمام وسائل الإعلام بعد ما ارتفع عدد أتباعه على تويتر ب 17% بيوم واحد بشهر تموز الماضي. ايضا الى بعض المتفرقات، حيث باعت صاله المزادات الشهيره كريستي حبه الماس نادره بتوزن حوالي 76 قيراط من مناجم جولجوندا الهنديه بمزاد مسا امبارح بجنيف بقيمه 21.5 مليون دولار. وبتملك الماسه عديمه اللون تاريخ حافل، حيث كانت بيوم من الايام ملك الأرشيدوك النمساوي جوزيف أوغست بين عام 1872 و 1962. يشار إلى أن الرقم القياسي السابق حملته ميسي بوسانسي اللي كانت ملك ماري دو ميديسي زوجة الملك أنري الرابع، واللي زين فيها التاج لدى تتويجة ملكة على فرنسا، واللي باعتها دار سوثوبي بأيار الماضي مقابل 9.5 مليار دولار.
هيك كانت أخبارنا إلى البورصات. وطبعا البداية بورصة بيروت اليوم اللي سجلت تراجع بمؤشر البورصة بضغط أساسي من أسهم سوليدار واللي طبعا عم تنهي الجلسة قرب مستويات 12 دولار. التباين سيطر بالخليج، مؤشر سوق دبي سجل بعض الارتفاع بدعم من قطاعات الصناعة والاتصالات والاستثمار. طبعا السوق السعودي متوقف اليوم عن تداول عطلة نهاية الأسبوع. الأسهم اليابانية أوقفت خسائرها مع تراجع الين بالتزامن مع تقارير عن إجراء انتخابات الشهر القادم بعد تصريحات لرئيس الوزراء بحل مجلس النواب. طبعا إجراء الانتخابات يمكن إنتاج مجلس نواب جديد وبالتالي حكومة من بعده ممكن تستمر بالضغوط على الحكومة لاستمرارها ودعمها لخطة التيسير النقدي بالبلاد. أسهم أوروبا تراجعت لا تفقد مكاسب امبارح مع عودة أزمة منطقة اليورو لدائرة الضوء وسط إضرابات مناهضة لإجراءات التقشف بأنحاء جنوب أوروبا وعدم التوصل طبعا لقرار حول ديون اليونان بالايام القليله الماضيه، والمؤشرات عم تتراجع بمعدل 0.5% بهاللحظات. الذهب استقر ايجابا بظل استقرار سلبي للدولار والأونصة بهاللحظات قرب مستويات 1721 دولار ونص. اما العقود الاجله للنفط الخام فكانت لقت بعض الدعم اليوم من تراجع الدولار بعد ما ايضا كانت تراجعت لمده الجلسين الماضيتين. وبدنا لابد من اشاره الى انه اسعار النفط ما زالت عم تتلقى الدعم المستمر من المخاوف حول الامدادات بالشرق الاوسط. الين هبط اليوم امام الدولار بعد تقارير عن امكانيه حل مجلس النواب وتشكيل حكومه جديده. اما اليورو فوصل لادنى مستوياته بشهرين امام الدولار بظل عدم اليقين حول مساله اليونان. وايضا كان صدر اليوم بيانات ضعيفه حول الثقه بالاقتصاد الالماني طبعا اللي سلطت الضوء على التداعيات المتناميه لازمه ديون اليورو على اكبر اقتصادات اوروبا طبعا واللي هي المانيا 107.27 35 33 35 تقريبا يورو دولار. هون وصل نهايه الاقتصاد، مزيد من الاخبار بنشر المسائيه. عودة لكم، يعطيك العافيه. شكرا موريس. سقط بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخ على جنوب إسرائيل أطلق من الأراضي المصرية. أصدرت إدارة كازينو لبنان بياناً ردت فيه على ما أسمتها الروايات والأخبار التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي ترمي إلى النيل من شركة لبنانية رائدة وصامدة. فند مجلس إدارة كازينو لبنان سلسلة نقاط قانونية ومالية متعلقة بموظفيه في الأجور والتقديمات والمنافع. أورد البيان أن عدد موظفي شركة كازينو لبنان يبلغ 1551 موظفاً، يبلغ متوسط الأجر الشهري لكل منهم 5133 دولار أمريكي، بحيث تفوق تكلفة الموظفين سنوياً 80 مليون دولار. يتقاضى الموظفون أجرهم الشهري على أساس 14 شهراً في السنة، كما يستفيدون من منحة إنتاجية سنوية تبلغ 130% من مجموع الرواتب السنوية لقطاع الألعاب و70% من مجموع الأجر السنوي للقطاع الآخر، أي ما متوسط مجموعه 24 شهراً في السنة للموظف الواحد. يتمتع الموظف وعائلته بتغطية استشفائية وصحية من دون سقف تبلغ 100%، كم يحصل على الدواء ويستشير أي طبيب يختاره على نفقة الشركة. كما يستفيد الموظف من منح مدرسية وجامعية تتراوح بين 300 و566% زيادة عما هو معمول به في الإدارة العامة والشركات الخاصة. كما أورد البيان قيمة بوليصة التأمين التي تمنح للموظف وقيمة المنحة التي تعطى له والأجر الإضافي الذي يتقاضاه على تعويض نهاية الخدمة وبدل النقد الذي يصل إلى 175% زيادة عن بدل الدولة. أما في الأمور الإدارية والمالية فقد أورد البيان أنه بتاريخ 16/9/2011 اتخذ مجلس الإدارة بالتوافق مع الجمعية العمومية قراراً بوقف التوظيف وتجميد الزيادات والترقيات وإبقائها على مستوياتها من دون استثناء. كما قامت الإدارة بتثبيت 359 مياوماً في تدبير بلغت كلفته 7,500,000 دولار أمريكي سنوياً، وقام الكازينو بتسديد مبلغ يفوق 141 مليون دولار لخزينة الدولة عن عامي 2010 و2011. مجلس الإدارة أشار إلى أن أرباح الكازينو في عهد الإدارة السابقة بلغت عام 2008 نحو 28 مليون دولار، في وقت ستبلغ أرباح عام 2012 ما يقارب 30 مليون دولار. كما تمكنت الإدارة من تحقيق زيادة في الأرباح بلغت 72.94% في السنة الأولى لاستلامها مهامها. وختم البيان بالتشديد على أن الكازينو حافظ على منافع موظفيه في وقت يشهد فيه العديد من الشركات حالات إفلاس وإقفال، وهو زاد من أرباحه وزادت تسديداته لخزينة الدولة. في جريمة الأدوية المزورة تحرك القضاء بإصدار القاضي حاتم ماضي مذكرة بحث وتحر في حق عبد اللطيف عبد المطلب فنيش وفؤاد أحمد وهبي. تقرير خاص لهنادي رحمة.
صحيح أنها لم تطفو على السطح إلا منذ أيام، لكن الفضيحة الراهنة المتعلقة بالدواء المزور انطلقت منذ قرابة العام والنصف. في البداية كانت سرية، اكتشفت مؤخرا وفشلت محاولات لفلفتها، فأصدر النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بلاغ بحث وتحر في حق كل من عبد اللطيف عبد المطلب فنيش المعروف باسم محمود وفؤاد أحمد وهبي وعممه على كل الأجهزة الأمنية. بلاغ يرى فيه رئيس لجنة الصحة النيابية تطورا إيجابيا في إطار المعالجة والمحاسبة، خصوصا وأنه سيستتبع بإقفال المستودعات المخالفة بالشمع الأحمر خلال يومين أو ثلاثة. هني كان عندهم وقت الكافي إنهم يهربوا أو إنهم يتخبوا أو إنه يعني على كل حال ما يعني ما بدنا نحكي بنقول إنه بيقطعوا شارع صوب الطيونة وخلص ما بعد حدا يقدر يجيبهم، يعني لأنه في غيرهم نفس الشيء، في غيرهم في متهمين باغتيال الرئيس حريري موجودين وما حدا بيقدر يطالهم. فبس المهم إنه هذين الشخصين هن طليعة المجرمين لأنه في غيرهم، أوكي، ومن ثم نحن بانتظار، وهيدي طبعا حكيت أنا ومدعي عام التمييز التحقيقات اللي عم بيجريها فريقه بوزارة الصحة، يعني ملف مثل هيدا بهالحجم هيدا بهالكبر هيدا أنا يعني بشك إنه ما يكون في ناس متورطين بقلب وزارة الصحة بهذا الموضوع. لكن شركات الدواء المتورطة ليست 4 فقط بل إنها 15 شركة، هذا ما يؤكده متابعو الملف منتقدين محاولات نزع صفة الضرر الصحي عن الفضيحة وحصرها بالخلل الإداري. مصدر هذه الأدوية هو 3 دول من شرق آسيا، الهند، الباكستان، الصين. باستمرار الأدوية القادمة من هذه البلدان بشكل عام معظمها عم تكون مضروبة، مشبوهة، مغشوشة. أضيف إلى هذا الحذر من حيث المصدر أنه شحنت بكونتينرات حديد سميك بالصيف بشهر آب حيث الحرارة ممكن توصل 60 درجة، يعني هذه الأدوية بقدر أقول بكل مسؤولية غير ذات فائدة صحية للناس، ومن قبل موزعة وتسللت إلى بعض المستشفيات وإلى بعض المستوفيات، ولذلك صح يصعب سحبهم كمان لأنه هناك حب الفلت يوزع ويباع. يشير سكري إلى أن الإصلاح لا يمكن انتظاره من الطبقة السياسية، مذكرا بكلام لرئيس مجلس النواب قاله منذ العام 2000 ومفاده مافيا الدواء تمنع النائب من إتمام واجبه الرقابي. في عكار انقلبت آلية عسكرية تابعة للجيش عند مفرق الكويخات ما أدى إلى جرح 8 عسكريين، وفي زحل جرح 10 أشخاص في حادث سير وقع على طريق عام بر الياس المصنع بين فان وأربع سيارات. بعد الإعلان، التفجيرات تدمي العراق. أهلا بكم من جديد إلى نشرة بيروت اليوم، تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يبحث في 118 بندا، واجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا يبحث التطورات الأمنية. انفجار أصبع ديناميت ليلا في تعمير عين الحلوي، لا إصابات في الأرواح وتضرر عدد من السيارات. النائب نوار الساحلي يترأس اجتماع لجنة الإدارة والعدل في محاولة للالتفاف على مقاطعة نواب 14 آذار. الولايات المتحدة وفرنسا تعترفان بالائتلاف السوري المعارض ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات هزت العراق بينها انفجار 6 سيارات مفخخة في مناطق مختلفة. إلى ساندرين والأخبار الرياضية. هاي ساندرين. هاي شانتال. هاي روبير. شو عنا أخبار؟ الأخبار أكيد الأبرز هلأ كرة خدم، أولاً مع مباراة لبنان وقطر اليوم ضمن تصفيات آسيا لبطولة العالم، أكيد كل العالم ناطر هالمباراة مع كل تمنيات للمنتخب الوطني مع دعم رئيس الجمهورية كمان إن شاء الله، لأن مباراة كتير مهمة هيدي بتبين إذا لبنان بعد عنده أمل بالتأهل لبطولة العالم أو لا، وأكيد أخبار أخرى متنوعة. تفضلي ساندرين.
إذن بمتابعة لمباراة اليوم بين لبنان وقطر ضمن تصفيات آسيا لبطولة العالم 2014 واللي رح تجرى الساعة 5 إلى ربع بتوقيت بيروت، رح نكون مع اتصال مباشر مع أستاذ ناجي شربل رئيس قسم الرياضة بجريدة النهار واللي موجود حاليا بقطر. أستاذ ناجي، شو أجواء التحضيرات لمباراة اليوم إن كان من ناحية المنتخب اللبناني أو من ناحية المشجعين اللبنانية الموجودين بقطر؟ يعطيك العافية ولكل المشاهدين اللبنانيين. يعني الجمهور اللبناني هون بالدوحة عم بيحاول يعمل وكأنه مباراة ببيروت. طبعا عندنا بس 1000 تذكرة، بعد حوالي ربع ساعة عم بيعوا، بلش بيع البطاقات الساعة 12 بمحيط ملعب نادي السد. في 300 بطاقة للمدرسة اللبنانية بالدوحة، تلاميذ اللبنانيين ومع أهليهم رح يكونوا كمان بالملعب. نعم. إضافة إلى وقت كبير برئاسة وزير الشباب والرياضة الأستاذ فيصل كرامي والنائب سيمون أبي رميا وأركان الاتحاد اللبناني لكرة القدم والمشجعين قد ما بدك، ويعني ناس جايين من الإمارات، من البحرين، من كل الأمكنة، وحتى اللبنانيين عم بيحاولوا ياخذوا بطاقات من المخصصة للجمهور القطري، بس إنه في تشديد بعملية بيع البطاقات. على صعيد المنتخب الوطني معنويات الشباب فينا نقول مثل النار وأكثر، بيعرفوا إنه هالمباراة مصرية وبيعرفوا إنه الضغط رح يكون على الجانب القطري، مشان هيك اللبنانيين نازلين ومتأملين انه يربحوا الماتش وما عندهم حل تاني. اجواء كانت كتير منيحه للاعبين اليوم، كانوا بالاوتيل هن ما غادروا ولا شافوا حدا، اخر تمرينه كانت امبارح ملعب السد، والاوتيل شبه مقفل امام الزوار وامام الصحفيين وامام الجميع. فريق اللبناني بعد حوالي نص ساعه بيطلع بالبولمان تبعه من اوتيل الميلينيوم وبيجي على ملعب نادي السد بالدوحة مطرح مع الجمهور اللبناني ناطر بكثافة وإجراءات قطرية تنظيمية كتير مثل العادة كتير منيحة، إلى إجراءات أمنية مشددة يعني لسلامة مباريات تسهيل دخول الجمهور بشكل كتير حضاري وراقي. نعم، طب أستاذ ناجي، شو الترجيحات لمباراة اليوم؟ يعني قدي في أمل لمنتخب لبنان أنه يفوز بهاللقاء؟ نسبة قريبة كتير 50-50. أوكي. بس مع نقزه قطريه يعني، لانه كمان مباراه دقيقه لهم، نحن وياهم بنفس الوضع، نفس عدد النقاط، اللي بيربح هو اللي رح يكفي ورح بكفي، واثنيناتنا عندنا لبنان وقطر، لبنان عنده ماتش على ارضه مع كوريا الجنوبيه وقطر بعد عندها ماتش واحد بالدوحه مع ايران، والفريقين بيلعبوا ماتشين كل واحد خارج ارضه. النفس القطري في خوف كثير كبير من هالمباراه، لانه بيعرفوا انه الجانب اللبناني بحاجه لفوز وحيد خارج ارضه وقادر يعملها مثل ما عمل السنه الماضيه بهالنفس هالوقت تقريبا ب 20 ثاني بالكويت. الجوله هلا يعني خارج ارض الملعب، جوله لبنان والمعنويات جيده، العرفنين القطريين رح ينزلوا يلعبوا المباراه بهدوء، بدهم يتعاملوا معه بهدوء، يحاولوا يفوزوا فيها يعني بطريقه ما يفتحوا اللعب وخطوطهم قدام الفريق اللبناني. ومع تعزيزات قطرية بنص الملعب لفرض رقابة صارمة على الكابتن رضا عنتر تما يخلوه يتحرك بالشكل المطلوب. نعم، شكرا استاذ ناجي على هالمداخلة، على أمل أكيد أنه نعلن فوز منتخب لبنان بنشرتنا المسائية. منتابع أخبارنا وبعدنا بأجواء كرة القدم، فهناك مباراة ودية منتظرة مساء اليوم بين منتخب إيطاليا ومنتخب فرنسا تحضيرا لتصفيات كأس العالم، ورح يكون لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي الإيطالي من بين الأسماء الشابة اللي رح تشارك بالمواجهة، بعد ما قرر برانديلي مدرب إيطاليا إراحة الحرس القديم وعلى رأسه أندريا بيرلو وحارس المرمى بوفون. فبحسب برانديلي هيدي واحدة من الفرص القليلة اللي بيقدر اللاعبين الشباب إنه يظهروا فيها ويبينوا عن إمكانياتهم، إشارة أنه إيطاليا بتتصدر مجموعتها الثانية مع 10 نقاط من 4 مباريات، أما فرنسا فتبدو أيضا بوضع جيد بقيادة مدربها الجديد ديدييه ديشان حيث تتصدر المجموعة الثامنة. أيضا بالمباريات المرتقبة مساء اليوم عنا مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة، هولندا وألمانيا، البرازيل وكولومبيا، والسويد ومنتخب إنجلترا. ايضا بكرة القدم، اعرب مدرب فريق تشيلسي الانجليزي روبرتو دي ماتيو عن تطلعه للمشاركة بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية اللي بتنطلق فعاليتها باليابان بديسمبر المقبل، وتعد هالبطولة احدى المنافسات القليلة اللي بتجمع بين أندية امريكا الجنوبية والأندية الأوروبية، فهي بتضم الفايزين من كل قارة ببطولة الأندية الأبطال.
مدرب تشيلسي قال أن المشاركة بهالبطولة فرصة من الممكن أنه ما تتكرر، وهذا شرف لكل نادي أنه يشارك فيها، وبيتمنى أنه يستغل تشيلسي الفرصة لتخليد اسمه بالبطولة اللي عم بيمثل فيها قارة أوروبا للمرة الأولى. إشارة أنه بينافس بهالدورة أيضا كل من أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلسان هيونداي الكوري الجنوبي، مونتيري المكسيكي، إلى جانب بطل أفريقيا وبطل الدوري الياباني. بالـ NBA وبعد انتصارين على التوالي، استضاف فريق بروكلين نتس نظيره كليفلاند مساء امبارح. المباراة شهدت تألق نجوم أصحاب الأرض، فسجل كل من دارين ويليامز 26 نقطة وجو جونسون 25 ليساهموا بفوز فريقهم بنتيجة 114-101، وهو ثالث فوز لبروكلين نتس على التوالي. أما بأبرز النتائج اللي تسجلت أيضاً امبارح، فعنا فوز نيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 99-89، بورتلاند تريل بليزرز 103-86 على ساكرامنتو كينجز، سان أنطونيو سبيرز على LA ليكرز 84-82، وشارلوت بوبكاتس على واشنطن ويزردز 92-76. بعدنا مع الـ NBA، حيث علق كوبي براينت وستيف ناش نجمي فريق لوس أنجلوس ليكرز على تعيين مايك دانتوني مدرب جديد لفريقهم بدلاً عن مايك براون. قال براينت أنه الجميع أصيب بالدهشة لعدم حصول فيل جاكسون على المنصب، ولكنه عبر عن تقديره لدانتوني المدرب السابق لكل من فينيكس سونز ونيويورك نيكس، واللي وصفه بأنه عبقري هجوم. من جهة تانية قال ستيف ناش أنه دانتوني مدرب ذكي للغاية، وبيتوقع أنه يحدث تغييرات رائعة مع الفريق. هيدي أبرز أخبارنا الرياضية لبيروت اليوم. روبير وشانتال، عودة لكم. شكراً ساندرين. شكراً ساندرين. اقترحت الخارجية الإسرائيلية إطاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال نجح المسعى الفلسطيني للحصول على وضع دولة غير العضو في الأمم المتحدة. الكلام الإسرائيلي ورد في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس بريس، وهي كناية على مسودة من المفترض أن تقدم لوزير الخارجية أبيغدور ليبرمان ليصادق عليها. من جهة أخرى، أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب قد تلغي جزئيا أو كليا اتفاقيات أوسلو في حال وافقت الجمعية العامة في الأمم المتحدة على المسعى الفلسطيني. وفي العراق قتل 15 شخصا على الأقل وجرح 99 في سلسلة هجمات بينها انفجار 6 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة. الحصيلة الأكبر في كركوك، حيث قتل 9 أشخاص وجرح 39 في انفجار سيارة مفخخة في حي الفيلق الذي تسكنه غالبية كردية، أعقبه انفجار عبوة ناسفة قرب مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني. في إيران، لقي 10 أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية إنقاذ شمال شرقي البلاد، وكانت المروحية تنقل جرحى حال سير عندما اصطدمت بخطوط توتر عال بسبب سوء الرؤية الناجم عن الضباب الكثيف في المنطقة. وفي ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة، تحطمت طائرة صغيرة واصطدمت بأحد المنازل، ما أدى إلى مقتل الطيار والراكبين اللذين كانا على متنها. المرأة التي كانت موجودة في المنزل لم تصب بأي أذى، إذ إنها تمكنت من رمي نفسها من النافذة لحظة الاصطدام. بعد الإعلان، مسلسل الفضائح الجنسية. إلى ألين وأحوال الطقس. مرحبا. أجواء خريفية عادية رح تسيطر على طقسنا اليوم وبالأيام الجاية. اليوم نهارنا صافي إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. اتجاه رياح الشمالي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 23 وال 24 درجة، على الجبال بين 7 وال 20، أما بالداخل فبتتراوح بين 18 وال 20 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا مع ضباب على الجبال. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية؟ منشوف بها الجولة من الجو، ومننطلق من مغرق 20 درجة، ديمين 7 درجات، حردين 10، 11 درجة بفريا، 19 بعين الأبو، مزرعة الشوف 19، إباع 21 درجة، وطقسنا غائم بكافة المناطق، قرماش وحصبية
20 درجة، 16 بجب جنين والختام بيكون بالقاع مع 18 درجة. كيف كفت أصنا اليوم وبالأيام الجاية؟ اليوم الأربعاء بتسجل الحرارة 24 درجة بنهار وطقسنا غائم، 26 درجة لنهار الخميس وبتحول طقسنا إلى مشمس وصافي، بتنخفض لل 25 نهار الجمعة ونهار السبت وبيرجع طقسنا غائم. من بعد ما شفنا كيف طقسنا بلبنان اليوم وبالأيام الجاية بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة. دعا أعضاء في الكونغرس الأمريكي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ديفيد بيترايوس إلى الحضور بنفسه للإدلاء بشهادته في قضية الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا رغم استقالته. أستعقد لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية في الكونغرس هذا الأسبوع جلسات استماع بعضها مغلقا حول الظروف التي أحاطت بالهجوم على القنصلية في 11 من أيلول الذي قتل خلاله السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين. وفي لندن أعلنت الشرطة البريطانية توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على قُصّر إلى مايك سوتر مقدم البرامج السابق في هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وأوضحت الشرطة أن هذه القضية لا علاقة لها بفضيحة جيمي سيفل الذي توفي نهاية العام 2011 والمشتبه بكونه اعتدى على نحو 300 قاصر خلال 4 عقود. تابع عشرات آلاف الأستراليين مشهد كسوف الشمس الكلي، الظاهرة نادرة الحدوث والتي استمرت لدقيقتين، وشاهد الجمع من نظرات خاصة مشهد الكسوف والتقطوا صورا ومشاهد لمرور القمر أمام الشمس التي تحولت إلى قرص أسود محاط بدائرة ذهبية. وكان آخر كسوف كلي للشمس في 11 من تموز 2010 فوق المحيط الهادئ، أما الكسوف المقبل فمتوقع في 20 آذار 2015 فوق أيسلندا. إلى صفحة متفرقات سريعة. إلى جانب 63 ضيف تاني احتفل الأمير تشارلز بعيد ميلاده 64 بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون. قالب الحلوى الكبير كان مؤلف من 64 قطعة صغيرة بتصور الحياة بنيوزيلندا مثل فواكه الكيوي وطبعا الخواريف. الشجرة الضخمة اللي رح تزين سنتر روكفيلر السنة لعيد الميلاد تم إحضارها من نيوجيرسي. الشجرة ارتفاعها 80 قدم ووزنها 10 طن، وهي رح تتزين بأكثر من 30,000 ضوء، ورح يتم إضاءتها ب 28 تشرين الثاني لتصير أجمل رمز لروح العيد بين سكان نيويورك. 2-1 تمثال من الشمع لريانا انضم إلى بقية التمثيل بمتحف مدام تيسو بلندن. التمثال منه الأول لهالمغنية، لكن هالمتحف بيحرص أنه يغير هالتمثال كل فترة تيضل متماشى مع شكل ريانا وستيلا. ألبوم هالستار الجديد بينطلق ب 19 تشرين الثاني. نشرة بيروت اليوم انتهت، نذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. تتابعونا في الحوار السياسي مع الزميل فادي رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.